أعلنت شركة فايزر أن لقاحها ضد كوفيد-19 آمن وفعال بدءا من سن 12 عاما. شركة فايزر كشفت عن أن البيانات الأولية لدراسة أجرتها أظهرت عدم وجود حالات كوفيد-19 بين المراهقين الذين تم تطعيمهم بالكامل، خطوة إن نالت موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، فإنها قد تسهم بشكل كبير في عودة المدارس بشكل طبيعي في الخريف المقبل. بعد إعلان فايزر، هل يمكن القول إن العالم يقترب من فك شفرة كورونا بالكامل؟ دراسة تؤكد فعالية بعض لقاحات كورونا لحماية الأطفال، خطوة تمثل تقدماً نحو إدخال الأطفال ضمن حملات التطعيم وعودة المدارس بصورة طبيعية. شركة فايزر وبايونتيك أعلنتا نتائج التجارب التي أجريت على أكثر من 2000 متطوع تتراوح أعمارهم بين 12 و15. نتائج المرحلة الثالثة أثبتت فعالية بنسبة 100% واستجابات قوية للأجسام المضادة في أجسام الفتيات والفتيان. معظم لقاحات كورونا رخصت لاستخدامها لدى البالغين الذين هم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس بحسب الإحصاءات، لكن الشركتين أعلنتا أنهما تقدمتا بطلب إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لترخيص إعطاء الأطفال اللقاح على سبيل الاستخدام الطارئ المؤقت، كما تسعى الشركتان لتقديم طلبات مماثلة للسلطات المختصة في أنحاء أخرى من العالم. تجارب سريرية مشابهة تعكف على تطبيقها شركة موديرنا مقسمة المشاركين إلى فئتين، أولاهما بين 12 و17، والثانية تتراوح أعمار المشاركين فيها من 6 أشهر حتى 11 عاماً، ولا يتوقع الخبراء إتاحة اللقاحات لمن هم دون 11 قبل الربع الأول من العام المقبل. شركة فايزر قالت إن الأطفال يعانون من آثار جانبية مماثلة لما يتعرض له البالغون، بخاصة بعد الجرعة الثانية من التطعيم، مثل الألم والحمى والقشعريرة والتعب. ومن المقرر أن تتتبع المشاركين لمدة 2 لجمع المزيد من البيانات بشأن الحماية والسلامة على المدى الطويل. لنقاش هذا الموضوع معنا من نيويورك سارة مهداد، أستاذة الدفاع والأمن البيولوجي بجامعة ماريلاند. مرحبا بك سيدة سارة. هل وصلنا إلى حالة الفهم الكامل وفك الشفرة كما يقال، ليس الشفرة التقنية وإنما إنهاء كورونا؟ أعتقد أننا في موقف أفضل الآن مما كنا عليه في العام الماضي عندما بدأت الجائحة. رأينا انخفاضاً في أمريكا وفي الدول الأخرى. هناك لقاحات أصبحت متوفرة، وهناك بيانات من فايزر أن اللقاح فعال في حالة الأطفال حتى سن 12 حتى 15. ونعرف أن الأطفال يلعبون دورا رئيسيا في تحقيق ما يسمى بمناعة القطيع، وبالتالي نحن في الاتجاه الصحيح. الإعلان عن هذه النتيجة 100% فعالية، ألا يمكن أن يبطئ أيضا الآن من وتيرة التلقيح؟ العالم يواجه مشكلة في كميات اللقاح المتوفرة، إذا أضيف عليه فئة سنية جديدة، ويعني من هم في هذه السن يعني ليسوا رقما عاديا أو رقما بسيطا في مختلف أنحاء العالم، فهل يمكن أن يبطئ ذلك من عملية التطعيم والتلقيح في أكثر من مكان، خاصة في الولايات المتحدة؟ It would absolutely affect the overall vaccination campaigns that we have because we know that the adolescent and the children population make الأطفال والبالغين يشكلون نسبة كبيرة من السكان في الولايات المتحدة. 20% من السكان هم من الأطفال والمراهقين. نعرف أن الأطفال لم يصابوا بشدة مثل الآخرين حتى الآن،
13 ألف طفل دخلوا المستشفيات وأكثر من 400 ماتوا منهم نتيجة للمرض، وهم لا يزال معرضون للخطر، ونريد التأكد أن اللقاح متوفر لهؤلاء الأطفال. نحن نسعى لزيادة معدلات التطعيم، وقد استطعنا أن نلقح ما بين 2.7 مليون إلى 3 ملايين نسمة يوميا في الولايات المتحدة، ومعدل اللقاح هو شيء من جملة أشياء نريد للجميع أن يحظى بالحماية، ولن يتمتع أي منا بالحماية إلى أن يتمتع الجميع. هناك مقاربة متعددة نريد الاستمرار فيها، مثلا إجراءات التخفيف، التباعد الاجتماعي إلى آخره. لكن هل يمكن أن يمدد الموعد المتوقع من أن الحياة ستعود إلى طبيعتها بدءا منه، يعني في منتصف أو في نهاية الصيف الذي يعني يطرق الأبواب الآن؟ هل من الممكن أن تطول المدة أكثر بسبب إضافة فئة سنية أخرى؟ أعتقد أن هذه الجائحة استطعنا كبح جماحها نتيجة لبرنامج التطعيم، وإذا استطعنا تطعيم الأطفال فإننا سنخرج من هذه الجائحة بطريقة سريعة، وهذا يساعدنا في المعركة الكلية. على ذكر السرعة، هنالك سرعة في انتشار السلالات المتحورة من هذا الفيروس التاجي، هل السباق الآن ما بين نسبة التطعيم ونسبة تفشي هذه السلالات المتحورة، أم أن المسألة مسألة يعني مدى التقدم وتحقيق تقدم في جميع الأعمار فيما يتعلق بالتطعيم قد لا يرتبط أو لا يكون في سباق بالضرورة مع السلالات المتحورة الموجودة الآن؟ أعتقد أن باستطاعتنا إعطاء اللقاح للجميع للخروج من هذه الجائحة. نريد التأكد أننا ننظر على اللقاح كجزء من اللغز الذي يواجهنا. في أمريكا لا نزال نرى صعودا في حالات الإصابة في عدد من الولايات، ولكن يجب علينا أن نستمر في التدابير المجتمعية التي تخفف من انتقال العدوى. يجب أن نوفر اللقاح خاصة مع انتشار السلالات الجديدة. إذا تم تجاوز يعني نقطة توفير اللقاح إلى نقطة أن اللقاح متوفر لكن كثيرون لديهم الشك، لا يخفون ذلك، اليوم في الولايات المتحدة كثيرون لديهم الشك، وحتى أحيانا من الأطقم الطبية التي يفترض أن تقنعنا بأن نأخذ هذا اللقاح لا يريدون هم أنفسهم أن يأخذوا هذا اللقاح. هل يعني يمكن أن تصل الأمور مرحلة اشتراطه في العمل، اشتراطه من أجل العودة إلى الدراسة، من أجل الدفع قدما بعملية التلقيح؟ نريد التأكد أن كل المؤهلين يستطيعون الحصول على اللقاح. هناك 3 فئات من الناس، أولئك الذين لا يريدون الحصول على اللقاح لأنهم ضد اللقاحات بشكل عام، ثم هناك من لا يستطيع الحصول على اللقاح نتيجة لتعقيدات معينة. لو نظرنا على كل هذه العوامل فإنها تؤثر على وصولنا إلى مناعة القطيع. نريد أن نضيف إجراءات أخرى في المعركة
بما في ذلك ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، ولكن نرى مع الأسف في الولايات المتحدة وفي أنحاء العالم تخفيف لإجراءات الحماية. يجب علينا أن نستمر في هذه الإجراءات والاستمرار في التطعيم للجميع لحماية أكبر عدد ممكن من الناس. أنت أخذت اللقاح سيدة سيرا؟ نعم، أخذت لقاح موديرنا، وأرى أن حوالي 50% من عمال الصحة في أمريكا لم يحصلوا مع الأسف على اللقاح، وهذا يؤثر على السلامة. هناك الكثير الذي يجب عمله. من الجيد أنك أثرت نقطة يعني أي لقاح أخذته، لأن البعض الآن يتحدث عن المفاضلة في هذه اللقاحات. الآن فايزر مثلا تقول لقاحنا آمن من سن 12 أو 12 سنة وما فوق، هل كل اللقاحات بإمكانها أن تصل إلى نفس النتيجة؟ نعم، الكل ينظر على الأرقام، 94%، 95% فعالية. الرقم الذي يجب أن يقلقنا ليس درجة الفعالية، وإنما معدلات الوفاة ودخول المستشفيات. لهذا السبب تسمعني وتسمع آخرين يقولون احصل على أي لقاح متاح، لأن الجائحة موجودة حالياً والمخاطر عالية، والكل ليس لديه رفاهية اختيار اللقاح الذي يريده. يجب أن ننظر على الأرقام، وكل اللقاحات تحقق الهدف. أشكرك من نيويورك سيرا مداد، أستاذة الدفاع والأمن البيولوجي بجامعة ميريلاند.